بدكتور أم الليلة موضوعنا الدوالي والبواصير، والعناوين هي: هل أنت معرض للإصابة بالدوالي وأنت لا تعلم؟ وهل هناك علاج نهائي للتخلص منها؟ وما هي المخاطر الصحية للبواسير؟ وتعرفوا معنا على الأطعمة المسببة للبواسير. مساء الخير. بحلقة الليلة من دكتور أم رح نتناول موضوعين هم الدوالي والبواصير. وسبب بجمعنا لمرضين معا هو أنه نوعين مختلفين من إصابات دوالي الوريد. فالبواصير هي عبارة عن انتفاخات مؤلمة في الأوردة الموجودة بالأجزاء السفلية من المستقيم أو فتحة الشرج، وبتنشأ البواصير نتيجة تجمع الدم بطريقة غير طبيعية وغير معتادة بأوردة منطقة الشرج. أما الدوالي فهي أوعية دموية وتحديدا أوردة متسعة تشبه الحبال تجري تحت الجلد مباشرة. الدوالي ما بتصيب الساقين فقط، فهي تصيب أجزاء أخرى في الجسم أيضا. خلونا نتعرف أكثر عن الدوالي بالتقرير التالي. الدوالي هي عملية تضخم في الأوردة القريبة من سطح الجلد، تنشأ بسبب فشل أو تلف مجموعة من صمامات صغيرة موحدة الاتجاه في الأوردة. فهذه الصمامات تمنع الدم من الرجوع إلى القدمين بتأثير الجاذبية الأرضية، وكلما ضخ القلب الدم تفتح الصمامات لتسمح للدم بالمرور ثم تغلق لتمنع تدفقه في الاتجاه العكسي. وفي حال بدأ أحد هذه الصمامات في الإصابة بقصور وظيفي، فإن الدم يتسرب من خلاله ويتراكم فوق الصمام، ما يجعل الجزء من الوريد الواقع فوق هذا الصمام ينتفخ، وفي نهاية الأمر يصبح الوريد متضخما وظاهرا للعيان وبارزا على سطح الجلد، مسببا ما يعرف بالدوالي. مرض الدوالي يعني مرض مزمن نتيجة الوقوف ساعات متواصلة، أحيانا بسبب دوالي نتيجة الوقوف الجلوس ورا المكتب أو شيء بسبب كمان هيدا دور كبير. وثالث شيء يعني مرض الدوالي لازم يكون ولازم يعمل رياضة ولازم دائما يريح جسمه عشان يتخاذى هذا المرض. الوقفة بالنهار كتير بدون راحة، ويمكن أنا كنت بفكر إنه مرض نسائي بعد الولادة أو شيء، ما بعرف. أسباب الدوالي يمكن ترجع للوقفة الطويلة في بعض الناس، مثل اللي بطبيعة عملهم لازم يوقفوا كتير فبتظهر عندهم الدوالي بشكل متكرر، عرفتي؟ فبتعرف إنه دواء يعني مرض مزمن، فبالتالي لازم يعملوا عملية جراحية أو شيء لإزالتهم. أسباب الدوالي اللي هي القعدة الطويلة أحيانا، كمان ساعات العمل الطويلة، أو إنه الوقوف لوقت طويل، هاي من مسببات الدوالي. الوزن التقيل هو طبعا بيسبب أول حاجة الدوالي، ثاني حاجة طبعا الوقفة، ويعني بتهيألي دول يعني أهم سبب بيحصل. يعني الواحد طبعا طبيعة العمل طبعا إذا كان وقوف على طول ولا حاجة فده بيخلي حمل على الرجلين وبيسبب الدوالي. مسببات الدوالي عديدة، أهمها وجود عيوب وراثية في صمامات الأوردة أو جذرها، تلف الصمامات بسبب حالة تجلط الأوردة العميقة، التقدم في السن، الوقوف لفترات طويلة، وأخيراً الوزن الزائد. المصاب بالدوالي عادة ما يصف أعراضه بأنها وجع دائم وإحساس بالثقل والتورم، كالإحساس بالإصابة بتقلص عضلي، وهذا الإحساس المزعج يزداد سوءا عند الوقوف لفترات طويلة. يبقى عليك أن تعرف عزيزي الرجل أن أكثر الأعضاء إصابة بهذه الدوالي لديك هي الساقين. كان هذا تقريرنا حول الدوالي، وتنفيكم أكثر استضفنا دكتور عمار قطيمان استشاري الجراحة العامة والأوعية الدموية ورئيس أقسام الجراحة بمستشفى النور بأبوظبي لشاركنا حول هذا الموضوع. دكتور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك.
دكتور، من هم الأشخاص الأكثر شيء بينصابوا أو معرضين لمرض الدوالي؟ الحقيقة مرض الدوالي مرض بيصيب حوالي نص سكان الأرض. أكثر الأشخاص اللي بيتعرضوا للإصابة هن الأشخاص اللي بيوقفوا فترات طويلة أو بيقعدوا فترات طويلة، اللي نمط حياتهم ما في حركة كتير. فينا نقول النساء أكثر من الرجال بحكم أنه في العامل هرموني بيلعب دور بتوسع الأوعية الدموية، وهي طبعا الحمل والولادات بيجي هرمونات أو حب المانع الحمل له دور كمان. سابقا كان يسموا هذا مرض يربطوا بالحلاقين والمدرسين، كانوا كونهم أكثر الأشخاص اللي بوقفوا كتير. هلأ صاروا معظم العالم نمط حياتهم إما مكتب أو حركة بتكون خفيفة. يعني طبعا بيساعد عوامل وأسباب كتيرة ممكن نحكي عنها فيما بعد. دكتور، له أعمار معينة ولا؟ هو عموما مرض الشباب، يعني في أول 70% من المرضى اللي بيراجعونا بشكوى دوالي بشكل أو بآخر شباب. ممكن تشوف بأعمار مبكرة، هذا بيكون في تشوه شوي خلقي، بتكون دوالي بأعمار صغيرة كبيرة. وأحيانا بيجينا أشخاص بأعمار كبيرة، بس هو معظم الأشخاص اللي بيشكوا بين 18 و40، هي فترة النشاط والحيوية بحياتهم. أي هي مناطق أكثر شيء بالجسم تنصاب بهذا المرض؟ هلا إذا عم نحكي عن الفاريكوز فين أو الدوالي، هي عبارة عن تعبير عن أوردة متوسعة بالطرفين السفليين حصرا. يعني الدوالي كتعبير طبي هي عبارة عن وريد متوسع بالطرفين السفليين. يعني هذا كونها الدوالي توسع الوريد، قديش مثلا بالمليمترات أو بالسنتيمترات حتى نحكي حتى نعرفه كهو كفاريكوس فينز أو كدوالي، قديش لازم يكون أقل شيء؟ أول شيء إحنا حتى نميز التعبير كتير نكون واضحين فيه. مرضى بيقول لك أنا عندي شرايين برجلي مبينين. الشرايين هن اللي بيجيبوا الدم. الأوردة أي وريد ظاهر بالرجل هو يعتبر دوالي. ممكن يكون حجمه 10 مليمترات، هي بسموها الدرجة الأولى أو الأوعية الشعرية أو السبايدر بسموها. ممكن يكون حجمه سنتين وثلاثة، لكن أي وريد ظاهر أو مبين أو نافر لبرا هذا اسمه دوالي. الأوردة اللي مبينة بالإيدين واللي نافرة بالإيدين هي ما اسمها دوالي، هي اسمها أوردة طبيعية. شايف شلون؟ كثير من لاحظ السيدات بيجي بيقولوا إحنا عنا دوالي بإيدينا، حابين نعالجهم لأسباب تجميلية. وجود وريد ظاهر بمكان بالجسم لا يعني انه هذا دوالي، لكن اي وريد بالرجل ظاهر هو دوالي بغض النظر عن حجمه. وبالنسبه للسبايدر وين بيكون اكثر شيء منتشرين؟ طبعا اكثر شيء السبايدر فين او الدوالي الدرجه الاولى بيكونوا بجانب الفخذين عند النساء بشكل عام وحول القدمين. هلا عند الرجال ممكن اذا واحد اطلع كثير يشوفهم، بس وجود الاشعار هو اللي بيخبي. فاكثر شيء الغالبيه اللي بيشكوا من السبايدر فين هن السيدات. لهم شيء وجود بالوجه؟ ممكن لا، يعني بعض العالم اللي بشرتهم بتكون شوي شفافه بنلاقي عندهم توسعات شعريه خاصه حوالين هاله العين او حوالين الانف بيكون في بعض العالم، بس هي ما اسمها دوالي، اسمها توسعات شعريه وريديه. دكتور، من اسباب هذا المرض، شو الاسباب الرئيسيه اللي اكثر شيء يعني بتسبب وجود هالمرض هذا؟ غير الحياه العمليه لان فيها الوقوف والجلوس لفتره طويله، هل هناك اسباب ثانيه؟ طبعا في اسباب كثير للدوالي، في اسباب مو بايدنا ما فينا نغيرها، في اسباب فينا نغيرها، هي اللي مركز عليها دائما. العامل الاساسي او المركزي خلينا نسميه هو الشيء الوراثي او الجيني. الوراثي لا يعني انه حدا من اهالينا عنده دوالي حتى يكون معنا دوالي. قابليه بجسمنا انه يكون عندنا دوالي، شايف شلون؟ عشان هيك بتلاقي وحده عندها 10 اولاد وما عندها دوالي، انه ما عندها قابليه رغم عندها كل اسباب الدوالي. في عالم بتقول لك بعدني ماني متزوجه رجلي مليانين دوالي، وما في حدا من اهلي عنده دوالي. اول شيء وجود قابليه بالشخص. ثاني شيء عند السيدات الحمل والولادات، لانه بالحمل الهرمون بيؤدي الى قصور بالاورده وتوسع بالاورده. ثالث شيء اذا نركز على عامل الانوثه هو موضوع حب المانع. بعدين بيجيك عوامل الى علاقه بالبيئه، الحراره والرطوبه، مشان هيك بهالبلاد هي الدوالي بتزيد لانه الحراره بتساعد على توسع الاوعيه، فبالتالي بتؤدي لظهور دوالي. طبعا التقدم بالعمر له دور، الصحه البدانه السمنه له دور، قله النشاط الرياضي له دور. هل تكوين الوريد بحد ذاته كمان له دور؟ تكوين الوريد يعني طبعا اذا في ديفكت، مثلا نحن نعرف الوريد له مثلا ثلاث مقارف من ثلاث لايرز، اذا في نقص في احد هاللايرز ممكن هذا يوصل الى دوالي او ضعف في الوريد. هو الحقيقه الموضوع هذا بخص الشرايين اكثر من الاورده. الشرايين وقت يكون في عنا ضعف باحد جداره ممكن يكون هذا الشيء يؤدي لشيء اسمه توسع انيوريزمي او توسع شرايين، بينما الوريد جداره كثير رقيق
ضغط الشرياني فوق 100-120، ضغط الوريدي لا يتجاوز 20. فهي إلى علاقة أكتر شيء إنه الدم عم يطلع من تحت لفوق عكس الجاذبية. في صمام لازم يمسك هذا الدم، وفي عضلة لازم تضخه، وفي جاذبية عم تسحبه لتحت. هذا الصراع اللي مستمر طالما اللي احنا واقفين. عشان هيك مريض الدواء لما يرفع رجليه بيرتاح، لأنه ما عاد في هالتجاذب بين الجاذبية وبين صعود الدم إلى الأعلى. دكتور، اللي عندهم دوالي شنو أكتر شيء العوارض بيعانوا منه؟ الدوالي بغض النظر عن درجاتها الستة ممكن نحكي عنها بعدين، ممكن تؤدي لطيف واسع من الأعراض. ممكن يجيك مريض عنده دوالي كتير شديدة وما عنده أي أعراض، لكن الشيء الأشيع هو طبعا حس التقل. المريض أول ما في الصبح بنزل رجليه من الفرشة بحس رجليه تقال أول دقيقتين ثلاثة، مع كم خطوة بيمشيهم بحس تحسن. لما يبلش يومه اللي ما في حيوية أو ما في نشاط أو ما في مشي أو شيء، بحس بتقل برجليه، بحس بسخونة آخر النهار، بحس بحرارة برجليه، ممكن يحس بتشنج بالليل، ممكن يحس بتنميل، ممكن يحس بألم بالمراحل المتقدمة. هلا إذا رحنا باتجاه الدرجات الثالثة والرابعة، عشان عنده تظاهرات جلدية، غير إنه في دوالي ظاهرة، بصير عنده تلون بلون الجلد، تغير بلون الجلد، بصير ترسبات تحت الجلد، للأسف هي بتكون دائمة، ممكن مرحلة متقدمة يصير عنده تقرحات، والتقرحات يعني نوع من الكومبليكيشنز تاعت المرض. هاي تظاهرات للدوالي احنا، بس بشكل عام شيء بنسميه بالإنجليزي فينس انسفيشنسي، يعني هو قصور وريدي، ممكن ما يكون عندك ولا شيء ظاهر برجلك بس عندك كل الأعراض اللي حكينا عنها. تعب، تقل، حكة، تشنجات ليلية، حس حرارة برجليك إلى آخره. تشخيص هذا المرض إلى جانب أنه التشخيص السريري، الفحص السريري، هل هناك أشياء تانية ممكن شخص فيها الدوالي؟ هي الكلمة اللي حكيتها كلمة كتير جوهرية، يعني هي التشخيص السريري له 90% من الدور. لأنه ممكن مريض يجي لعندك عنده مشكلة بسيطة كتير، مشكلة وريدية، وأنت تكون طبيب أعصاب، فما تسمع للمريض منيح، ما تاخذ منه قصه منيح، يروح مخك لشيء ثاني. شايف شلون؟ لما نسمع للمريض منيح بنكون بلشنا نحط ايدنا على التشخيص. هي واحد، اذا عندنا شك بشيء له علاقه بالدوالي كثير مهم نلجا لشيء اسمه الفحص بالامواج فوق الصوتيه او الدوبلكس الوعائي بنسميه الملون. بهالدوبلكس الوعائي بنشوف شغلتين، بنشوف الاورده العميقه اللي هي الاساس بكل شيء، لازم نطمن انه هي سالكه ما فيها تخسر ما فيها قصور. إذا الأوردة العميقة سليمة، ما أي وريد سطحي ممكن نعالجه بطرق ممكن نحكيها فيما بعد. بالأوردة السطحية بدنا نشوف الصمامات الأساسية فيها قصور، فيها ارتجاع، نفحص المريض هو ونايم هو واقف، بنشوف هو واقف الدم عم يرجع. الدوبلكس الوعائي كتشخيص للدوالي 100% من الحالات يكفي، ما بنلجأ لشغلات تانية تصوير ظليل إلا بالحالات الكومبليكيتد أو عندنا في تشوه. بينما الطرق القديمة كان يجرى التصوير الظليل ويحقنوا مادة ظليلة، هلأ الدوبلكس الوعائي بإيد طبعا خبيرة كافي للتشخيص. طب دكتور، قبل ما ننتقل للعلاج، بتشوف حالة اليوم يلي عبارة عن شاب بالثلاثينات بيعاني مشكلة دوالي في الإجرين مع كل التنفخات والألام والحكي اللي حكينا عنه. بنشوف ولكن بحاجة لعلاج. خلينا نشوف الحالة ونرجع بعدها نناقش هذا الموضوع سوا. أوكي. قبل ما نكفي حوارنا خليكم معنا بعد التقرير. أنا تامر، عمري 28 سنة، بعاني من مشكلة الدوالي. مشكلة الدوالي بدأت تبين على رجلي من تقريبا سنة ونص. صرت أشوف مثل عروق خفيفة تطلع على رجلي من تحت. سألت أصحابي أهلي أنه أفرجيهم إياها، يقولوا لي هذا هاي دوالي. وقبلها فعلا كنت أحس بتعب برجلي وتقل بالحركة، كنت أفكر أنه ممكن يكون زيادة وزن، بس بعد هيك أنه لا، صارت الشغلة تزيد. ومع الأيام يعني من قبل سنة ونص لهلأ صارت كانت تفرق. كانت أول شيء هيك عرق كان لونه كتير خفيف، هلأ قاعد بغمق لونه وقاعد ببين أكتر وبيطلع بيمشي، بحسه بيمشي أكتر من مكانه.
بعد فترة لما أكون مثلا في شغلي لفترة طويلة كنت أحس بتعب لدرجة أني ما أقدر أكمل شغل، لازم أريح كل فترة وفترة أريح. لما أجي أنام بالليل برضو تصير معي نفس المشكلة، أقول ممكن أنه تعب اليوم كان طويل الشغل كان صعب، بس لا المشكلة ما طلعت هيك، كنت أرتاح بس لما أرفع أنام وأرفع رجلي على إشي كنت أرتاح. أما بالوضع أنه أكون أقول أنا واقف مثلا واقف بشغلي وهيك فترة طويلة وجع كتير، وبرضو وأنا قاعد فترة طويلة كان يصيبني برضو وجع كتير، وغير مرات كنت أشد أحط عليها مشد قوي لحتى يرخي شوي أقول هلأ بترتاح، وبرضو ما كان يرتاح. كونه في عندنا حدا في العيلة بس إنه كبير بالعمر كان يعاني من نفس المشكلة، فسألته حكوا لي عنه إنه بس من التعب من الوقفة الطويلة من كذا من كذا، وحكوا لي خذ بنادول إنه بريحك وهاي، أخذ بنادول بصراحة ما كان يفيدني مزبوط يعني، فصرت أقرأ عنه على الإنترنت أشوف شو علاجه شو مشكلته، بس اللي عرفته إنه ما إله علاج إنه على طول، عارف انه اذا وصل ممكن لمرحله معينه ممكن يشيلوه بس انه راح يرد يطلع يعني. فانا بحب اسال حاب استفسر اكثر اعرف اكثر انه كيف ممكن نحل هاي المشكله، كيف ممكن تنشال، كيف هاي، لانه عم بعاني منها بوقت شغلي بوقت راحتي بوقت قعدتي بوقت باي وقت ممكن اعاني منها، ممكن انا اكون قاعد مثلا لاي شيء بعمله اي شغله ممكن اعملها اكون قاعد راح اعاني من نفس المشكله، لانه كتر القعده راح يوجع لي رجلي وكتر الوقفه برضه بيعمل نفس المشكله. دكتور هذه كانت حالتنا، شو هو العلاج اليوم؟ اليوم في علاجات كثير، في علاج طبي، في علاج جراحي، في علاج ليزر، في علاج سكليروثيرابي. نعم، بالحاله اللي احنا شفناها شو هو أو كيف الدكتور بينتقل من علاج لعلاج آخر؟ أول شيء مريض الدوالي كثير مهم نشرح له حالته بالتفصيل. إحنا أحيانا بنمضي مع المريض نص الوقت عم نحكي، المريض بيستغرب، لكن المريض لازم يعرف شو سبب مرضه، لأنه المريض اللي جاي لعندك وعنده زايدة دودية ما في داعي تشرح له تقول له عندك زايدة بدي عملية بالشيء اللي بروح لحياته انتهى الموضوع. والمرارة نفس الشيء، لكن المريض اللي معه دوالي هذا مو إنه عنده وريد كبير بدك تشيله وانتهى الموضوع. خاصة أنه في فكرة شعبية كتير شائعة أنه الدوالي بتنكس، بقول لك ما بدي أعمل عملية وحتنكس الدوالي حترجع لي مرة ثانية. الشيء الأساسي بدنا نعرف أنه الصمامات الرئيسية إذا فيها خلل معناتها لازم نعالج الصمامات بالأوردة عكس الشرايين، الشريان إذا انصاب بيتضيق بنفتحه بنوسعه بنصلحه، الوريد بس ينصاب بدنا نشيله. الطرق التقليدية بنفتح فتحات بالتخدير العام بنسحب هالوريد أو بسموه السحب أو الربط. هلأ الطرق الجديدة أنه مندخل الليزر او الراديو فريكوانسي تخدير موضعي بتوجيه الايكو طبعا جوات الوريد، بنحقن حوالين الوريد مجموعه من الادويه من ضمنها طبعا الماء البارد والمخدر الموضعي، وبنسكر هالوريد تخدير موضعي طبعا. المريض بعد العمليه بنلبسه جرابات طبيه وبيروح على غرفته بيقعد ساعه بيروح على بيته بيمارس حياته الطبيعيه. هذا احدث علاج وافضل علاج والعلاج رقم واحد بالعالم هلا ومثبت، اللي هي سكليروثيرابي. لا، اللي هي العلاج بالليزر او الراديو فريكوانسي للاورده الكبيره، هذا بديل عن الجراحه. هيدي بتستعمل كمان للسبايدر هي للدرجه الثانيه بنستخدم الليزر او الراديو فريكوانسي، هلا صارت الخيار رقم واحد تقريبا التغت الجراحه الا بعض الحالات الناكسه او بعض الحالات الخاصه. هاي الطريقة الميزة فيها أول شيء بنحل مشكلة المريض بأقل خطورة وبدون تخدير، ما في قاعدة بالمشفى ما في قاعدة بالفرشة أبدا. ممكن يتراجعوا بعد وقت فترة زمنية معينة ولا بروحوا نهائيا؟ نسبة النكس بالجراحة والنكس بالإندوفين ليزر أو راديو فريكوانسي 1-2% متشابهة، هاي بالنسبة للأوردة الرئيسية. إذا عنا أوردة كتيرة بتكون كبيرة كمان بنفس الوقت ممكن نعملها مايكرو ستاف ليبكتوم، يعني مندخل أدوات دقيقة ومنسحبها من ثقوب حوالي 2-3 ميلي بحيث المريض بيعمل عملية شو ما كان معه دوالي بيطلع من العمليات ما في خيطان ما في خياطة جروح بسيطة كتير خلال أسبوع وكان لك أنه عمل عملية. أهم من هيك أنه ما بيقعد بالفرشة، أي مريض بيعمل عملية دوالي عنده ميل يقعد بالفرشة لأنه في ألم وفي وجع، هذا بيؤدي لكمبليكيشن خطيرة كتير اللي هي التجلط بالأوردة العميقة اللي احنا بنخاف منه. شايف شلون؟ هاي الطريقة جديدة
عفتنا من كل الشغلات، صار فينا نعمل عمليات لمرضى كبار بالعمر انه تخدير موضعي، لمرضى عندهم مشاكل تاني انه ما في تخدير عام، ما في اي ريسك. هلا بالنسبه للدوله الدرجه الاولى اللي هي السبايدر او اللي اكبر منها، في نوعين من العلاج. العلاج رقم واحد اللي هو الافضل انا بشوفه هو التصليب او الحقن بدواء معين. هذا الدواء الغاية منه يفوت جوات الوريد ويطلع الدم برات الوريد. متلاحظ انه انت عم تحقن الوريد بيختفي الوريد فورا، معناته الدم طلع برات الوريد فات على الجسم والدواء قاعد جوات الوريد. بيجي بعدين جدار الوريد بيتسمك بيلتصق ببعضه. تبسيط للفكرة انه هو الدواء مثل الجلو، تعرف شلون؟ بده ينحقن جوات الوريد مشان يسكر هالوريد، مشان يلغيه بشكل نهائي. يعني تعمل للوريد. تماما. هل بترك اثار عند المريض؟ اها. احنا كثير بنشوف انه كثير عالم بتعمل تصليب او سكليروثيرابي، هو الاماني اجراء كثير بسيط وسهل ما بده هالتقنية الهائلة. كثير مهم نختار المريض الصح ونختار تركيز الدواء الصح. دائما لازم باول جلسة نحط للمريض دواء كثير مخفف يكون، تعرف شلون؟ لانه هذا عبارة عن اختبار لجلده. ممكن المريض يكون عنده دوالي شكله مقبول نسبيا، تعمل له انت تصليب وتترك له برجله اثر أسوأ من الاول، شايف شلون؟ فالمريض بالنهايه حيكون معظم الحالات اناث اللي بيعملوا تصليب وعندهم الغايه التجميليه إلى دور كبير. فبنستخدم دائما ادويه ممدده وبالمره بنشوف النتيجه بعد اسبوعين لست اسابيع. النتيجه شفناها كويسه والوريد اختفى او ما اختفى اول مره ما انا اشكال، المهم ما في اثر للدواء، بعدين فينا نكفي على جلسات. هلا بالنسبه لجي دور الليزر، الليزر عباره عن شغله بتسكر او بتكوي الوريد، شايف شلون؟ كل ما قللنا من كميه الليزر كل ما كان احسن، لانه احنا الوريد اللي مثلا بيكون مثل شبكه كبيره فينا بشكه صغيره نسكره كله نهائي. بالمناسبه التصليب غير مؤلم، بتحس بحرقه خفيفه مده 4-5 ثواني، فمو انت بتحس، المريض بحس بالشغله. بالنسبه للليزر، الليزر بدنا نمشي على الوريد ميلي ميلي، شايف شلون؟ وكل ضربه لازم يحس فيها المريض، اذا ما حس معناته الليزر ما انه فعال، شايف شلون؟ فبالتالي كل ضربه المريض حيحس بالالم، بالاضافه ممكن يترك اثر الليزر، شايف شلون؟ العالم بيعتقدوا انه الليزر عباره عن جهاز بنمرقه على الدوالي تختفي كلياتها. احنا بعد ما نخلص السكليرو او التصليب بضل عنا اورده صغار كثير، شايف شلون؟ هي بنعمل لها ليزر بنكون هيك كملنا تجميل الرجل او جملنا الرجل اكثر. دكتور، الى جانب الفاسكولار سيرجن بهذه العلاجات، طبيب الدرماتولوجي له دور في بعلاج الدوالي؟ مثل ما قلت لك هو اجراء كثير بسيط ممكن يعمله اي شخص اذا عنده الخبره الكافيه. قبل ما يعمل اي تصليب لازم يعمل شيء اسمه مابينج، يعني لازم يعمل خريطه للاورده، يعني لازم نعمل دوبلكس بايد خبيره للاورده العميقه والأوردة السطحية، شايف شلون؟ يعني أنت ما فيك تعمل تصليب لو أوردة سطحية إذا مريض عنده الأوردة العميقة مسكرة، لأنه بتكون الأوردة هي الوحيدة الموجودة عنده، ما فيك تسكر له إياها. ما فيك تعمل تصليب لما الأوردة صغيرة إذا الوريد الرئيسي مريض، لأنه ما حيمشي الحال، شايف شلون؟ إذا عملت دوبلكس وتأكد ما في عندك شيء غير هدول الأوردة بتعمل تصليب. بدك تعمل تصليب بلش بتركيز خفيف ودائما شارك المريض انه قل له ممكن يترك اثر الموضوع، وعمل تيست واستنى اسبوعين لست اسابيع، اذا كان المريض مبسوط وانت شفت نتيجه كويسه بتتابع. دكتور عمار شكرا لوجودك معنا، شكرا للمعلومات القيمه. اهلا وسهلا فيك. شكرا. مشاهدينا الكرام خليكم معنا بعد الفاصل. الهيمورويدز او اللي هي المتعارف عليه البواسير عند عامة الناس هي عبارة عن تجمع من الأوردة الدموية، الشرايين والأوردة الدموية والشعيرات الدموية في أسفل منطقة الشرج. الحقيقة هاي التركيبة عبارة عن جزء طبيعي من جزء من جسم الإنسان موجودة أسفل منطقة المستقيم وأعلى منطقة الشرج. عادة هي مش حالة مرضية، يعني مثل ما ذكرنا إنها موجودة عند البني آدمين، ولكن إذا زاد حجم هذا البواسير أو الهيمورويدز ممكن تؤدي إلى مضاعفات اللي احنا بنسميها البواسير عند الناس، نزول دم، آلام، ولكن هي بالأصل هي تركيبة طبيعية بالجسم موجودة لحماية منطقة الكولون ومنطقة الشرج من وحماية العضلات من البراز اليابس او الضغط على المنطقه هاي بالذات.
أسباب البواسير يعني هي زيادة الضغط على المنطقة السفلى من البطن، وينتج عن هذا الزياد مثلا في منطقة في الإمساك الشديد عند الحوامل، يؤدي إلى ارتفاع ضغط البطن واحتقان الأوردة الدموية لمنطقة الشرج، حمل الأوزان، الجلوس الطويل لساعات طويلة، المكوث في الحمام أو عفوا في البيت الخلاء لفترة طويلة مشان الإخراج، كلياتها هاي بتؤدي لظهور هذا البواسير. طبعا الإمساك الشديد، في هناك عوامل وراثية الحقيقة، يعني أحيانا تلاقي بين عند إخوان موجودين في نفس العائلة يأكلوا نفس الأكل وإلهم نفس الحياة الطبيعية، ولكن في واحد منهم بيكون عنده بواسير والآخر ما عندهش، ففي عوامل وراثية تلعب دور في وجود البواسير عند البني آدم. أهم عارض اللي بيخلي البني آدم أو بيخلي المرضى يراجعوا عيادات الطوارئ والمستشفيات اللي هو خروج الدم. تعرف الدم شغلة خطيرة بس يشوفها البني آدم في الحمام. الإشي الثاني الألم، أحياناً بعض أنواع البواسير خاصة إذا كان بسموه ثرومبوز أو متخثر في أسفل منطقة الشرج يؤدي إلى سبب آلام شديدة، تؤدي أنه يروح على المستشفيات ويراجع عيادات الطوارئ. الشغلة الثانية والثالثة بروز الهيمورويد أو البواسير هاي من منطقة الشرج، فعادة المريض بشكي أنه في كتلة لحمية تخرج في منطقة الشرج، طبعا هاي بالنسبة له غير طبيعية بتخليه يراجع المستشفيات. مثل ما حكينا الدم والآلام الشديدة والحكة المزمنة وخروج بعض الإفرازات أحيانا، هاي كلها من الأعراض اللي بتأدي المرضى يراجعوا عيادات الطوارئ وعيادات الجراحة في البلد. البواسير هي عبارة عن نوعين، خلينا نكون يعني محددين، في internal hemorrhoids أو البواسير الداخلية، وفي البواسير الخارجية. البواسير الداخلية اللي هي عادة منقسمها ل 4 grades أو 4 مراحل. المرحلة الأولى هو قد الإنسان لا يشعر فيها، لا في ألم ولا في وجود أي إلا خروج دم، فقد يكون بس خروج دم. المرحلة الثانية خروج دم وبروز النتوء خارج منطقة الشرج ويرجع لحاله. المرحلة الثالثة برضو خروج دم وبيخرج البواسير من منطقة الشرج، ولكن بحاجة إلى ضغط من المريض إنه يرجعه داخل. المرحلة الرابعة هو برضو خروج دم ولكن البواسير بضلوا خارجي ولا يرجع إلى الداخل بالمرة. فهذول المراحل. طبعا المرحلة الأولى والثانية 90% يمكن علاجهم بالعلاجات الطبيعية. المرحلة الثالثة والرابعة هذول اللي عادة بيحتاجوا لعمليات جراحية وتدخلات من الجراحين. بالمية من البواسير تعالج طبيا وعن طريق الأدوية وتغيير اللايف ستايل تبعت المريض، التركيز على أكل الألياف، فمننصح المريض أنه يكثر كمية الألياف اللي بيأخذها. المغاطس المية الدافية هاي تساعد كثير في عملية الارتخاء العضلات تبعت الشرج. في بعض الأدوية تخفف الآلام وتخفف الاحتقان خاصة بعض المراهم بنعطيها للمريض دهنا. الرياضة، شرب السوائل بكميات كبيرة أكثر من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا، زائد مثل ما ذكرنا الإكثار من أكل الألياف، هاي كلياتها تلعب 80% من علاج البواسير. الآن إذا ما تحسن المريض خلال شهر تقريبا من هاي من الأدوية العلاجية أو البيتية، بيضطر ننتقل للمرحلة الثانية من العلاج، وهي تدخلات هي مش جراحية الحقيقة. في ناس يعتبروها جراحية ولكنها مش جراحية. أول واحدة من الطرق اللي هي عبارة عن اللي بسموها banding of the hemorrhoids أو ربط عنق الهيمورويد
ندخل جهاز خفيف داخل منطقة الشرج ويتم ربط العنق تبع الهيمورويد بربر باند. بعد أسبوع أسبوعين يموت هذا الهيمورويد وبينزل وبخرج. وهي الطريقة الحقيقة مشهورة جدا وفعالة جدا ويمكن استعمالها في العيادة خارجية، يعني خلال ساعة زمان بيطلع المريض بروح. الطرق الثانية عبارة عن في شغلة بنسميها سكلورانيك ثيرابي أو فايبروسيس أو تليف، بيؤدي لتليف البواسير، بنحقنه إما بمواد فينول أو ألمند أويل، ممكن عن طريق الكوترايزيشن أو الإلكتريسيتي ممكن تخثر منطقة البواسير. الهيتينج بيؤدي برضو لتخثر التحماية، في بعض الأجهزة بتحمي منطقة البواسير وبتؤدي إلى تليف الباسور وإنهاء المعاناة. في طريقة ثالثة مشهورة جدا الآن في أمريكا وفي معظم دول أوروبا، اللي هي سموها سترابينج، أو بيدخلوا جهاز داخل منطقة الشرج وبيعمل على حق على ربط البواسير، بربطها وبحط عليها سترابينج بالضبط زي الخياطة تقريبا، وبشدها للأسفل. مع الزمن هاي البواسير الغشاء المخاطي بيموت وبتتعالج البواسير، وهي فعالة جدا الحقيقة في أمريكا وفي دول أوروبا. المرحلة الأخيرة إذا كل هذول العلاجات ما تحسن المريض، عادة ننتقل للمرحلة اللي هي الجراحية. الجراحية طبعا لها عدة طرق صعب الواحد يشرحها على الهواء، ولكن العلاج الجراحي عادة الريكرنسي أو أنه يرجع البواسير تقريبا ضئيل جدا، فعلشان هيك الناس بيحبوا، معظم الناس اللي بيسافروا بيرحلوا بيحبوا يعملوا هاي العملية، لأنه بده يتريح 100%، ما عندوش فراغ أو فاضي أنه يرجع له البواسير مرة ثانية. فنسبة الرجوع بالعمليات الجراحية قليل جدا. العلاجات الأخرى نسبة الرجوع قد تصل إلى 30-40%. هاي تقريبا الموجز في طرق علاج البواسير. نطلب من الناس انه يتناولوا كميات كبيره من الالياف، مهمه جدا. وهي طبعا الحياه المدنيه، هاي الناس صعب تنظيم الوقت، الأكل ووقت الذهاب إلى الحمام هاي مهمة جدا، عدم تأخيرها هاي كلها بتعمل إمساك. تناول كميات كبيرة من السوائل والماء، هاي بتؤدي لتضخم أو كميات البراز اللي موجودة عند البني آدم، وهاي هي الحل الجذري في موضوع الإمساك. طبعا في ناس عندهم أمراض بتكون لها علاقة بالكبد، هاي مهم جدا يراجع الطبيب، لأنه في بعض أمراض الكبد بتأثر بتزيد الضغط على الشرايين اللي في أسفل البطن وبتساعد على ظهور البواسير. الرياضة مهمة جدا، بتقوي العضلات تبعات البطن وتبعات الحوض وبتؤدي إلى سهولة الإخراج. النظافة العامة بشكل عام، ننصح الناس يعملوا سيتسبات اللي هي الجلوس في المي الدافئ هذا يوميا على الأقل مرتين ثلاثة، يعني بيساعد كثير في ارتخاء عملية المسلز أو العضلات الشرج، منطقة الشرج. يعني تقريبا معظم هاي الطرق اللي بننصحها للناس مشان تساعدهم على تجنب الإمساك مهمة جدا. طبعا مراجعة الطبيب إذا شكى، طبعا الناس ما بيعرفوا إنه هاي بواسير ومش بواسير، أحيانا بشكي، بننصحهم يراجعوا العيادات الطوارئ أو العيادات الجراحية، تأكدوا شو بالضبط اللي عندهم، لأنه في كثير أمور في منطقة الشرج غير البواسير، في الشق الشرجي، كيس الشعر، الدمام أو بشكل عام. احيانا بيكون تضخم في المستقيم وخروجه، يعني قد يشبه احيانا لدرجه كبيره للبواسير. فننصح الناس دائما اذا في عنده اي عارض من هاي الاعراض يراجع الطبيب وما يهمل. تقريبا هاي النصائح اللي بنحب يعني نقدمها للناس بشكل عام. انا
الغذاء أولا وثانيا وأخيرا بيلعب دور كبير ومهم بالوقاية والعلاج من كل المشاكل الصحية، والتقرير التالي بيحمل حقائق غذائية بتهمك مشاهدنا. خلينا نتابع سوا. اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي نسبة عالية من الألياف ومنخفضة في الدهون والسكر أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أوردة الجسم سليمة. فالعديد من الأطباء حول العالم ينصحون سواء بالدوالي أو البواسير في اتباع نظام غذائي غني بالألياف والسوائل. النظام الغذائي المنخفض جدا في الألياف يؤدي إلى إجهاد المريض أثناء مرحلة الهضم ولا يمده بالطاقة الكافية، ما يزيد من الضغط على الشرايين الساقين وبالتالي يسبب ألما شديدا دائما. ويعتبر تناول أطعمة غنية بالفيتامين سي ضرورة قصوى، إضافة إلى الإكثار من تناول الطعام والبطاطا والقرنبيط والبروكلي والفراولة والملفوف والسبانخ. ودمتم بصحة وعافية. تقرير مهم وتنفيكم أكثر. حنان وهبي خبيرة التغذية ومدربة رياضة معنا، أهلا وسهلا فيك حنان. أهلا دكتور حنان. من خلال موضوعنا اليوم عن الدوالي وعن البواسير شفنا أنه في عوامل فيزيولوجية وعوامل جينية بتأثر على المرض. إلى جانب في كمان عامل مهم جدا اللي هو الأوبيزيتي أو البدانة. فمن خلال خبرتك قديش ممكن الأوبيزيتي تأثر أو شو طبيعة الأكل ممكن يأثر على الدوالي وعلى البواسير؟ الأكل أكيد بيأثر، مثل ما بتعرف الأكل هو يعني مثلا كثرة الدهون وأكل الجنك فود والأكل الزايد بيأثر على القلب، على شرايين القلب يعني، بس الجسم كله شرايين. اللي أكثر شيء مشهور إنه الأشياء اللي بتصير معه الإنسان الهارت أتاك لما بيتسبب زيادة الدهون بتسكير هيدي الشرايين، ببطل في blood circulation فيها. فنفس الشيء بيصير بكل شرايين الجسم. هلا مش كل الناس يعني بيصير مع هذا الدوالي بيصير مع هذا الموضوع، بس في ناس بتصير معها بتبقى مخبية جوا، في ناس بتظهر مثلا على الجلد من برا، في ناس كمان زائد عوامل تانية بتسببها الأكل واللايف ستايل والقعدة الطويلة أو الوقفة الطويلة اتسترا. فاللي بيصير إنه الأوبيسيتي لأنه بيصير في يعني ضغط دم وبيصير في فات زيادة وبتصير البلاد سيركوليشن منا منيحة، والسبب إنه البلاد سيركوليشن بطل بقوة اللي ربنا خلقها يعني الطريقة الطبيعية، هي أولا لأنه بتعرف الإنسان لما بيأكل ملح كتير ولما بينصح كتير ولما ما بيلعب الرياضة، يعني كل الناس الأوبيس ما بيلعبوا رياضة، فهذا الشيء بسبب أنه الدورة الدموية بتبطل سيركوليشن طبعها مزبوطة، بيصير في دهن زيادة بالشرايين، بيصير الإنسان قاعد دايما، بيصير الإنسان مثلا ما عم يتحرك مزبوط. هذه كلها عوامل بتأثر أنه بتبلش هذه الشرايين بتضخم وبتنفخ بتتصلب وبيبين لبرا، وحتى لونها بيتغير يعني في ازرق وفي أزرق. موف وفي الاحمر بيصير غامق نقص الدم فيها، نقص الاكسجين فيها، نقص الاكسجين ونتيجه الضغط الدم اللي عم بيصير اللي ما عم بينعمل له دوره طبيعيه. فهون بيجي دور التغذيه يعني بشكل عام اذا بدك، يعني مش كاكل معين، بشكل عام انه قد ايه الانسان لازم دائما يحافظ على وزنه. هلا دائما نحن بس نحكي عن الاوبيسيتي مثلا بنحكي انه على المفاصل، على العظام، على القلب، لانه على الجسم ككل وعلى الامراض ككل كمان. مزبوط، لانه اللي بيصير انه ربنا بيخلق مثلا الانسان بجسمه بتكوينه بطوله بقصره بعرضه بيكون كله مهيئ لوزن معين، مهيئ لطريقه يعني عيش معينه. الانسان الطويل طبعا بيتحمل يمكن وزن غير الانسان اللي اقصر شوي. فاللي بيصير انه لما بيكون في وزن زايد العظام ما بتتحمل، الركاب المفاصل ما بتقعد تتحمل، وبنفس الطريقه الشرايين والجسم من جوا ما بيقعد يتحمل الضغط الزايد تبع الاكل. فهذا اللي بيصير هون تصلب بالشرايين وبصير بتتعرض يعني لضغط كبير وبصير شكلها مبين غلط حتى كوزماتيكلي. يعني في ناس يمكن بيروحوا بحاربوا الموضوع بيعملوا كوزماتيك سيرجري وبيعملوا نوع من يعني بيعالجوها من برا، بس هي بترجع. هاي اولا. وشغله تانية يعني ما بيكونوا حلوا المشكله قد ما بيكونوا يعني بس خففوا شكلها لوقت معين. هلا لما الانسان بيوزن بينزل من وزنه مش بس هيدي المشكله بتنحل، تمام، بتحل مشاكل كتير عنده بجسمه بقلبه بصحته بضغط الدم بكل شيء مش بس بالدوالي يعني بشكل خاص. طيب حنان،
شو الطرق المفروض يعني نتبعها لحتى نتجنب هذه الأمراض بشكل عام؟ أكيد المحافظة على الوزن أول شغلة. أوكي. هلا في أكلات معينة، في أكلات معينة يمكن إذا عم نحكي مثلاً على البواسير في إلها يعني إفكت دايركت على البواسير، اللي مثل ما بتعرف الأكلات أولاً الدسمة. هلا الأكلات الدسمة من أي ناحية؟ مثلاً الإنسان لما بياكل أكلات دسمة معناتها بيخزن فات وبيخزن وزن، والإنسان لما ما بياكل صحي معناتها بيكون الفايبر عنده قليلة، ما بياكل فايبر ما بياكل خضرة وفواكه، فشو بيصير عنده؟ بيصير عنده إمساك، يعني هي حلقة متواصلة. لما بيصير الإنسان عنده إمساك مثلا بيصير عنده ضغط كتير. بيساعد على بيساعد حتى الإمساك بيساعد على الشخص اللي عنده يعني البواسير، هي من أحد الأسباب للبواسير. أكيد. لذلك هون بننصح إحنا هدول الأشخاص إنه يتبعوا أي دايت فايبرز يعني ريتش أوف فايبر. يتبعوا أولا يعني دايت مثلا عالي بالفيتامين سي، لأنه الفيتامين سي بيخفف من تصلب يعني من الالتهاب ومن تصلب الدم. شغلة تاني الفايبر، الأكل العالي بالفايبر، بس يمتنعوا مثلا في ناس لما بيصير عندهم امساك بيروحوا بياخذوا لاكسيتيفز او ادويه او سبلمنتس بتخلي يصير عندهم اسهال، هذا الشيء بيسبب يعني سلبا على البواسير، لانه البواسير يعني هي هيدي الاشياء اللي موجوده بالانس بس هي بتتضخم وبتتصلب وهذا اللي بيسبب البواسير. يعني هي البصور منه مخلوق جديد على الجسم، هو موجود ولكن في انفلاميشن كثير عالي. فمثل ما قلنا الفيتامين سي والأنتي أكسيدنس بيخففوا الإنفلاميشن، الأكل بس ما يزيدوا كتير من الفايبر، يعني ما يبالغوا بأخذ الفايبر لأنه بيعمل رد عكسي. أكيد الأكل الخفيف يعني يمتنعوا على الأكلات الدسمة بهن بهالحالة هيدي، ما يوقفوا كتير، الوقف كمان بخلي أنه على الشرايين وعلى وما يقعدوا كمان كتير، ما يقعدوا كتير، لازم اتليست يقوموا ياخذوا بريك كل ساعه من القعده. يعني الناس اللي بيقعدوا مثلا 6 ساعات او 8 ساعات بالمكتب يتاكدوا دائما انه كل نص ساعه ساعه في حركه، ما يشدوا كتير على حالهم، ما يقعدوا اكثر من 5 دقائق مثلا اذا عنده كونستيبيشن بدهم يفوتوا على التواليت، ما يقعدوا اكثر من 5 دقائق. يعني في ناس يمكن بيقعدوا فتره طويله بيفكروا انه هالشيء عم بيساعدهم ولكن هالشيء ما بيساعدهم. الرياضه ممكن تتسبب يعني سلبا على اللي عنده بواسير. في على فكرة في ناس بس من رفع الأثقال بيصير عندها بواسير، طبعا يعني لما يزيد الضغط، لما بيزيد الضغط والطريقة اللي بيلعبوا فيها رياضة وعم بيأثر على البواسير بنفس الوقت. هلا في الإنسان يرفع نفس الوزن بس الطريقة اللي عم يرفعوا فيها، في ناس ما بيعرفوا كيف بدهم يشدوا، يعني ما بيعرفوا كيف بدهم يتنفسوا لما بيرفعوا الوزن. الوزن لما ينرفع لازم يستخدم الإنسان عضلات معدته هو عم يرفعها بتساعد، بينما الناس لما بترفع الوزن وبتشد على حالها من جوا بتسهل عملية البواسير. لازم يشربوا مي كتير، هيدي كمان شغلة كتير مهمة. وكنصايح يعني من برا أنا يعني مش غذائية، بنصح الناس إنه دائما ياخدوا يعني يشربوا مثلا جرين تي، أولا عالي بالأنتي أكسيدنت، ثانيا بيريح الأعصاب. يعني في حتى ناس من ستريس بيصير معه بواسير، فلازم الإنسان يريح حاله، يعمل يوغا، يتنفس منيح، يشرب مي كتير، يأكل خضرة وما يأكل كتير ملح، ويخلي هيدي المنطقة نظيفة وما يكون في عليها إريتيشن. يعني في نوع من البواسير بسبب حكة، فالإنسان ما يحكها ما يعمل إريتيشن عليها حتى ما يصير عنده إنفكشن. أكيد، لأنه كلها بالنهاية هي إنفلاميشن. فبعتقد يعني اللايف ستايل وتهدئة الأعصاب يمكن يعني بتحل بتقريبا مساوية للأكل والأشياء الغذائية اللي بيأكلها إنسان. النصائح اللي قلتها مش بس فينا حتى للبواسير، حتى كمان بالنسبة للدوالي بشكل عام. مزبوط. يعني بتساعدنا حتى نتجنب هذا المرض. أكيد فيتامين إي، فيتامين سي، أنتي أكسيدنس كلها مهمة للشغلتين، للدوالي وللبواسير. شكرا لك حنان، منشوفك مثل ما عودنا عليك بعد الفاصل بموضوعنا الرياضي لليوم. أهلا دكتور. مشاهدينا خليكم معنا بعد الفاصل. عودة من الفاصل. الرياضة جزء لا يتجزأ من معادلة المحافظة على الصحة، لهيك خصصنا فقرة كاملة للرياضة مع حنان، خلونا نتابع. مرحبا مشاهدينا مجددا فيكم، انا موجوده بنادي بادي لاينز بفندق بارك روتانا ابو ظبي، وحلقه فقره رياضه اليوم رح نحكي فيها عن البايسبس والترايسبس اللي هي العضله الاماميه من الايد والخلفيه. هيدي العضله شوي صغيره فنحن قليل ما نخصص لها وقت كامل بالجيم لنشتغل عليها، عاده بتكون ممزوجه مع تمارين تانية او عضلات تانية مثل عضلات الاجرين والصدر والظهر، بس اليوم بس رح نخصص هيدي الحلقه لنحكي فيها عن هيدي العضله، كيف
بأكثر من تمرين نقدر نشغلها. وأنا دايما بنصحكم لما تشتغلوا على عضلة البايسبس اشتغلوا بنفس الوقت على عضلة الترايسب، لأنه بطبيعة الحال نحن عم نشتغل على هاي العضلة، هيدي العضلة كمان رح تتحرك، فهيك منشغل عضلتين مع بعض نستفيد أكثر، وهيك بيصير شكلها للإيد كتير أحلى. وأنا بعرف إن في كتير شباب بيركزوا كتير على عضلات إيديهم، لأنه فعلا بيكون شكل التيشيرت حتى أحلى أو القميص هيك ببين بطريقة إنه healthy وفيت. فأنا هلأ رح فرجيكم كم حركة لتشغلوا هاي العضلات. أول حركة رح نعملها هي البايسب كيرل، هي أبسط حركة يعني بالدمبلز نقدر نعملها لهيدي العضلة اللي هي العضلة الأمامية من الإيد. هلأ في كم شغلة بس لازم تنتبهوا عليها أنتوا عم تشغلوا بشكل عام الأبر بادي أو جسمنا من فوق، وخصوصا لما نكون حاولين أوزان معنا، فهي هيدي الشغلة هي يعني بتتعلق بسلامة الجسم. هلأ أول شغلة إنه دايما نحنا بنفتح إجرينا على قد الحوض، مش أوسع ولا قد ما بنقرب إجرينا كتير على بعض. تاني شغلة لازم دايما ركابنا يكونوا شوي متنيين، يعني ما يكونوا فلاكس لفوق، يكونوا شوي متنيين هيك لينزل وزننا شوي لتحت. والشغلة الثالثة إنه لازم دايما عضلات معدتنا تكون مشدودة، كل ما أنا شديت عضلات المعدة كل ما كيف ما تحركوا إيدي أو كتافي أو ظهري ما بيرجع ظهري لورا، وهيك بنأذي ظهرنا إذا رجع الظهر لورا. فأنا دايما لازم جسمي يكون تقل لقدام مش لورا، ومشان ما يكون على الركاب نتمركبنا شوي. أوكي هلأ أول حركة هي البايسب كيرل اللي هي مثل ما قلت أبسط حركة للبايسبس. اللي بدي أعمله إنه كواعي بدهم يضلون هيك بالضبط حد خصري أو حد جسمي، وما لازم يتحركوا أبدا. يعني في ناس كتير بتشوفوهم بالجيم مثلا عم بيعملوا هيك بالبايسب كيرل، هذا الشيء غلط. ليه؟ لأنه أنا أولاً عم استعمل قوة جسمي كلها، مش هيدا العضلة بس اللي عم تتحرك. أنا بدي العضلة تكون فوكست، الحركة تكون فوكست على العضلة نفسها، فما لازم حرك ولا شيء من جسمي ما عدا إيدي أو هالعضلة بالذات. ف نفتح ايدينا هيك لبرا، الدمبلز بيكونوا لبرا، كواعي كتير بشد عليهم هون شو انه ما يتحركوا ما يزيحوا لبرا او لجوا، بيكونوا شوي دائرين بالجسم. بنزل ايدي، هلا انا حامله دمبلز شوي صغار بس تشوفوا الحركه مزبوط، بنزل ايدي على الاخر وبرفع بس البارت التحتاني من ايدي اللي هو بسموه الفور ارم، برفعه لفوق اب فاست داون سلو. مثل ما حتلاحظوا انه بس هيدي العضلة اللي رح تتحرك وما في شيء من جسمي ابدا عم يتحرك. هلا طبعا كل ما كان الوزن اعلى كل ما حسيتوا انه بدكم ترجعوا هيك لورا مشان ترفعوا الحركة او ترفعوا الوزن، وهذا الشيء غلط. يعني انا مع انه انتم تنزلوا شوي الوزن ما يكون كتير عالي، بس تعملوا ريبيتيشن صح، التكنيك يكون صح، وتكون يعني في سلامة بالموضوع، ما تأذوا ظهركم، وتعملوا ريبيتيشنز عالية. يعني البايسبس والترايسبس لانه عضلات صغيرة بتقدر تتحمل ريبيتيشنز عاليه، فيكم توصل لل 15 وال 20. سو هيدي مثل ما قلت ابسط حركه بالتمرين البايسب اللي هي البايسب كيرل، لفوق اب فاست داون سلو، بتاكد دائما انه بنزل اول ذا واي لتحت. هيدي بتكون اول حركه. والحركة الثانية كمان بالبايسب كيرل هي هامر كيرل. كل اللي بعمله أنا ببرم الدمبل من هاي الجهة لهاي الجهة، بتحرك العضلة نفسها بس بطريقة شوي مختلفة. من هون كمان كواعي بضلن هون ما بعدهم عن جسمي، وبطلع الدمبل بهالطريقة هاي، دغري رح تحسوا إنه كأنه عضلة تانية تحركت أو أنجل تانية من العضلة تحركت. مثل ما بتعرفوا دايما بيقولوا عضلات مفتولين، لأنه بتوزع العضلة من كذا زاوية أو من كذا جهة بنقدر نشتغل عليها. هيدي اسمها الهامر كيرل. كمان أنا عم بعمل كيرل بس اسمها هامر، كأني أنا حاملة شاكوش. مثل ما ملاحظين up fast down slow up fast down slow. والحركة الثالثة اللي رح نشتغلها للبايسبس كمان باستخدام نفس الدمبلز، بفتح اجري هيك على قد الحوض، ركابي شوي متنيين، عضلات معدتي مشدوده، بدي ارفع كاني عم بعمل كيرل، بس هالمره رح طلع الدمبل لبرا. اذا ملاحظين اول شيء كنت عم طلع الدمبلز هون، هلا بدي طلع الدمبلز لبرا شوي. هيدي تويست بسموها كيرل مع تويست، دائما بنعمل سكويز باخر الحركه. سو اب فاست سكويز داون سلو 2
فري، كمان حتحسوا انه العضلة اشتغلت من زاوية تانية او بطريقة تانية. هلأ انا بنصح دايما انه تعملوا 3 sets من كل exercise، يعني اول شيء basic curl نعمل 3 sets ومنرتاح. فيكن تعملوا مثلا عضلة تانية، فيكن تشتغلوا مثلا squats، تشتغلوا عضلات اجريكن او صدركن، ترجعوا مثلا لعضلة البايسب التانية اللي هي مثلا الهامر كيرل او التويست. وعلى فكرة مش بس باستخدام الدمبلز نقدر نعمل هاي الحركات. هلا مثل ما بتعرفوا صار في ماشينز للبايسب ماسلز، صار في الكيبل اللي هو اجينست ريزيستنس، صار في الفري ويت، وصار في البار. حتى يعني انا ممكن احمل بار حط عليه الوزن اللي انا بدي اياه، احمله اب اند داون، مش ضروري يكون دمبلز. الفرق بين البار والدمبلز هو انه الدمبلز يعني اندبندنت، انه كل ايد مستقله عم تحمل الوزن، فهيك احسن لانه ما بتاخذ هيدي الايد مثلا اذا ايد اليمين اقوى بتصير تاخذ الوزن اكثر من ايد الشمال، هيك بتضلها قويه. بينما اذا بدنا نقوي مثلا الايد الشمال لازم نشتغل عليها لحالها. وكمان فيكم تعملوا سنجل ارم كيرل، يعني في انا اشتغل كمان كل ايد لحالها. فبضل بالنهايه حسب شو الستايل تبعكم او شو اللي حابين تعملوه، او اذا زهقتوا من شغله فيكم تعملوا شغله ثانيه. هيدي بالنسبه للبايسبس. هلا رح فرجيكم نفس الطريقه كيف نشغل فيها عضلات الترايسبس. مشاهدينا رح نحكي عن عضلة الترايسب اللي هي العضلة الخلفية من الإيد. هيدي عضلة كتير صغيرة وكتير مهملة ودايما بتكون كتير ضعيفة، بس هي مهمة مش بس مشان شكل الإيد يكون أحلى، إنه ما تكون من هون معضلين ومن هون مش معضلين، كمان مهمة لأنه نحن نستخدمها كتير بحياتنا ولازم تكون قوية. يعني كل حركات إيدنا ممكن إنه تتحرك من قدام ومن وراء. فهلا رح فرجيكم حركتين للترايسبس. للأسف يعني ما في كتير حركات للترايسبس لأنه هي عضلة كتير فعلا صعبة إنه تحسوا فيها، وبدها وزن كتير عالي لتقدروا تحسوا إنه تحركت أو لتعضل تاني يوم. هلا رح فرجيكم two basic exercises للترايسب، كمان بدمبل شوي صغيرة بس تنتبهوا على التكنيك. فيكن في حدكن بنش أو مش ضروري مع البنش، بس إنه مشان تلقوا إيدكن هيك تحت على البنش. هلا اللي المهم تنتبهوا له هون إنه كوعي بده يكون عالي وما بده يتحرك، يعني ما لازم يكون كوعي تحت، لازم يكون كوعي شوي فوق بعيد شوي عن ظهري، وما لازم يتحرك الكوع معنا نحن ما بنتحرك. يعني بضل ثابت هون، بضل كوعي كتير قريب من جسمي، وبس الفور آرم هي اللي بتتحرك أو الدمبل هي اللي بتتحرك. يستحسن إنه تطلعوا لقدام مشان ما تضايقكم رقبتكم. Up fast down slow، هيدي اسمها ترايسب كيك. Up fast down slow، بس لما توصلوا لفوق وتعملوا هولد رح تحسوا فيها للعضلة انها تحركت. واذا كان الدمبل شوي وزنه خفيف ما حتحسوا فيها. انتبهوا كتير منيح انه ما تكونوا عم تتحركوا بهالطريقة هيدي وايدكم ما عم تتحرك، ما بتكونوا عملتوا شي. فعلا الكوع لازم يكون كتير ثابت، ولازم نعمل هولد down slow، هولد داون سلو، دغري رح تحسوا فيها انه هيدي العضلة اتحركت. وكمان فيكم تعملوها باستخدام الكيبل مثل ما قلت لكم، انه بتجيبوا كيبل بتوقفوا الكوع هون وبتشدوا الكيبل لورا. هيدي بتكون اول حركة للترايسب. وهلا رح نعمل حركة تانية اللي هي كثير مشهورة واللي هي ترايسب ديبس. ولذتها هاي الحركة انه بتقدروا تعملوها بالجيم، تقدروا تعملوها بالبيت، تقدروا تعملوها بالمكتب. كل اللي بدكم اياه هو كرسي او بنش او اي محل تقدروا تحطوا ايديكم عليه. وعادة هاي مشهورة كثير لانه بيعملوها الناس كثير اوت دور، وين ما كنتوا بتعملوا بوش ابس بتعملوا ترايسب ديبس. ف
أول شغلة بعملها بقعد على البنش وبتأكد إنه إيدي كتير قراب على جسمي حتى لو كانوا شوي تحت جسمي. ليه؟ لأنه أنا بدي إياهم يكونوا بالضبط على خط الشولدرز، يعني ما يكونوا أوسع، يكونوا بالضبط على خط الشولدرز. هلأ اللي بدي أعمله إنه بعد إجري عن البنش فيهم يكونوا متنيين وفيهم يكونوا ستريت. هلأ كل ما كانوا متنيين كل ما أسهل الحركة، كل ما كانوا ستريت كل ما أصعب الحركة. أنا كتير مهم انتبه إنه جسمي يضلوا قريب على البنش، يعني أنا ما بدي أرجع هيك لورا، بدي جسمي يكون قريب على البنش. واللي بدي أعمله أنه بدي أنزل وأطلع، كل ما نزلته لتحت كل ما كانت الحركة مزبوطة أكثر. وأنا اللي بدي أوصل له هو 90 درجة بإيدي، يعني كوعي لازم يوصل لـ90 درجة and up. مثل ما بتعرفوا دائما down slow up fast، down slow up fast. طبعاً إذا بدكم تصعبوها شوي فيكن ترفعوا إجر وحدة وتعملوا الحركة بس على إجر وحدة، هيك بيكون تقل جسمكم خف شوي عن إجركم وصار يعني التكنيك أكتر على الإيد وعلى الترايسب. وهيدي الحركة فيكن تعملوها قد ما بدكم، حتى لو عملتوا 100 بالنهار مش غلط. حتى أنا بنصح الناس اللي بيقعدوا كتير بالمكتب يستخدموا هذه الحركة بس ليعملوا شوية blood circulation للجسم، ليحركوا جسمهم، يطلعوا يحطوا مثلا كرسي، ينتبهوا أنه ما فيها دواليب طبعا لما تصحط، كرسي ثابتة أو طاولة تكون علوة ارتفاعها مزبوط، ويعملوا 40-50 مثلا non-stop مرتين بالنهار. هيك الحركة يعني بتنشط الجسم، العضلة بتتحرك وبدون ما تحسوا أنه عملتوا effort فعلا بضلوا إيديكم قوية. وهيك بتكون خلصت هاي الفقرة من دكتور أم للرياضة لليوم، وأنا بشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة. مع السلامة. شكرا لتواصلكم مع دكتور أم، وما تنسوا ترسلونا على العنوان الإلكتروني، وكاميرا البرنامج رح تتكفل بتوصيل كل الأسئلة اللي بتمنى نجاوبكم عليها بأفضل فايدة، وتبقوا على طول بصحة منيحة. مع السلامة.